زي ما قلت لكم قبل الفاصل، اكتر حاجه دلوقتي شاغله الزوج والزوجه زياده في الوظيفه، زياده في المعيشه، زياده في الراتب، لكن الاولاد للاسف بيقع عليهم اثار سلبيه، ان هم مهتمين اكتر بان هم طبعا يوفروا لهم طبعا حياه كريمه وفلوس ومدارس خاصه، بس لما تسيب ابنك وطرف ثالث يدخل في العلاقه ايا كان مين ده، أنا مش مع إن أم الزوجة أو أم الأب يدخلوا في تربية الأولاد، ما بالك إن أنت بتجيب مربية غريبة عنك وغريبة عن عاداتك وتقاليدك، وساعات بنجيبها أجنبية وتربي أولادنا. أنا شايفة إن دي كارثة بتقابل الأسرة. النهاردة هنناقش الموضوع بالتفصيل مع دكتورة كريمة مختار، استشاري العلاقات الزوجية والتربوية، والأديبة نجلاء خليل، وهي شاعرة أيضا، وهي عضو اتحاد كتاب مصر. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. عامله ايه؟ اهلا بيكي كل الساده المشاهدين. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي بكل المشاهدين. اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. مبدئيا انا سعيده جدا ان انا معايا اتنين ستات، يعني هنكسر ان شاء الله الدنيا باذن الله. ان شاء الله. ايه رايكم في الكارثه اللي بتواجه اي ام واي اب دلوقتي، في ان هم يدخلوا طرف ثالث للعلاقه، وزي ما انا قلت هو اللي بيربي الطرف الثالث ايا كان مين، سواء مربيه او حد من العيله او حد من الاهل، هم اللي بيربوا الاولاد مش الزوج والزوجه. ايه الكارثه اللي بتحل علينا دي؟ حاجات كتير. اقرب اتنين للاولاد هما الاب والام. اذا تخلى الاب والام عن دورهم في التربيه اصبحوا الاولاد بدون اب وام. اسمحي لي مبدئيا ان انا نعترض على لفظ كلمه مربيه للاولاد، لان المربيه دي تاتي من كلمه تربيه، والتربية عاتقها على الأم والأب في المقام الأول، مسؤولية الأم والأب، مسؤولية الأم والأب، ولا يحل محلهم أي بديل، لا جد ولا جدة ولا عم ولا خال، ولا ما يطلق عليه بمربية أو مجيهة منزل لو إحنا حتى غيرنا المسمى. العيوب كتير جدا، والأخطاء اللي بتقابلها الأولاد في التربية والحاجات اللي بيغفل عنها الأب والأم بتبقى حدث ولا حرج. صح. طيب لو حصل ودخلنا طرف ثالث العلاقة، أنا من وجهة نظري الطرف الثالث الأكثر خطورة هي الإنترنت ووسائل التواصل اللي بيستقوا التكنولوجيا. التكنولوجيا والجيل الرابع اللي احنا فيه، اللي الأولاد كلها بتتعامل بيه، التابلت، التليفون، اللابتوب، أي وسيلة اتصال خارجية، دي ممكن نقول عليها العنصر الثالث في التربية مع الأب والأم. بالعكس ده شريك اساسي، لان دلوقتي الاسره كلها مشغوله، والطفل ابتداء من الطفل، ان انا عندي حفيدي صغير، ابتداء من الطفل الصغير لحد طبعا الشباب واعمار المراهقه وكده بيشتغلوا على الانترنت، فاصبحت الافكار اللي بتجيلهم من العالم المفتوح ده هي الشريك الثالث في التربيه. يعني التليفون والتابلت بيكون دلوقتي صديق للطفل. طبعا طبعا، غير اضافه لكلام الاستاذه نجلاء، غير التليفون والتابلت عندك الاصدقاء، حدثي بقى اصدقاء النادي، اصدقاء المدرسه، اصدقاء الجيران. اذا ما كانتش الام موجوده هنا وفي الصوره، والاب اذا ما كانش موجود وبيراقب كويس قوي ايه اللي بيحصل مع اولاده، يبقى اصبح مين اللي بيراقب؟ مين اللي بيربي دلوقتي؟ زمان كنا بنتربى من خلال الاب والام بس، دلوقتي عندك ميديا واعلام واصدقاء ومدرسين ونت وفيس وواتس، حاجات كتير. الكلام ده كله، الكوليكشن ده، ما نقدرش نغفل ان له مميزات كتيره. كون يكون له اصحاب عديده ده له مميزات، كون يتابع ميديا او يكون بيخش على النت او الكلام ده كله ده له مميزات كتيره، ولكن عشان الطفل يستفيد بالمميزات دي ونشيل من عنده اي عيوب او اي حاجه ممكن انه يقابلها، لازم يكون تحت عين الاب والام. طب احنا بنواجه دلوقتي كارثه، وهي ان احنا زمان كانت الست وظيفتها بس ام، ما كانتش وزيره وسفيره وطياره وانها بتحتل بقى 25% من البرلمان، كانت وظيفتها البيت. هل ان الست بدات تنزل وتشتغل وتنشغل هو ده اللي بيعمل كده في الاطفال؟ لا اطلاقا. ليه؟ معظم الاحصائيات بتقول ان عدد كتير من السيدات العاملات مهتمات جدا بتربيه اولادها. القصه كلها بترجع ليه؟ اولا النقطه الاولانيه هي ترتيب وقتي. النقطة الثانية تحديد أولوياتي، أنا أولوياتي إيه؟
ما هو انا ما اكونش شغاله الصبح ومنهكه لغايه الساعه 3 وهرجع تاني انزل الساعه 4:30 او الساعه 5 تاركه اولادي مع ما يسمى المربيه او مديره المنزل ونازله تاني لشغل اخر، يبقى لازم احدد اولوياتي ايه. طب هي بتشتغل وظيفه بالنهار ووظيفه بالليل او شفت بالنهار وشفت بالليل عشان تحسن المستوى المعيشي؟ انا ليا تعليق على النقطه دي. فضل. النقطه دي لان انا اساسا مريت بالتجربه دي، انا بشتغل حوالي 16 ساعه يوميا. انا شغلي 16 ساعه يوميا. بس حضرتك بتقولي ان حضرتك عندك احفاد، الكلام ده من وانت؟ لا انا يعني زوجة وام بس. بقالي 25 سنه بشتغل 16 ساعه يوميا، في حاجات كتيره متعدده بس معظمها شغل، لان كلنا ظروف الحياه وظروف معيشتنا وعايزين نربي اولادنا احسن، ندخلهم مدارس اجنبيه، جيب لهم كل طلباتهم، فانا والزوج احنا الاثنين بنشتغل طول النهار بقى. لكن في حاجه، في فتره اساسيه جدا في حياه الطفل اللي هي الفتره اللي هو صغير فيها، اللي هو ولا حول ولا قوه ولا يعرف يقول انا يعني حصل لي كذا ولا انا 25 سنه لكن في قبلهم 6-7 سنين كنت متفرغه تماما للولاد. عندي راي تاني احب اقوله لحضرتك، ان النجاح بيعدي. الام لما تبقى ناجحه الولاد هيبقوا ناجحين، مش ممكن تبقى ناجحه في عملها وتبقى فاشله في بيتها. بس انا برضو ليا تعليق بقى في الحته دي، ممكن تبقى دكتوره مهندسه اي حاجه شاطره جدا وخلوقه جدا بس الاطفال يبقوا فاسدين نتيجه اهمالها. فعلا يعني مش شرط انها تكون ناجحه ان هم هيطلعوا يقولوا انا مامتي سفيره فانا ابقى كده. يعني برضو لازم تبقى ناجحه في بيتها. الام قدوه برضو. صح، يعني الام قدوه. وكمان الناس الناجحه دي بتحاول برضو انها تخلي ولادها ناجحين. مفيش تعميم عامه، يعني مفيش حاجه عامه، يعني لا الدكتوره الناجحه ولادها شرط يبقوا دكاتره ناجحين. صح. هو مفيش حاجه عامه، لكن في حاجه اسمها قدوه قدامه في البيت. ماما بتقرا، ماما بتذاكر، ماما وبابا. يعني لازم الاهل ياخدوا، يبقى في بينهم وبين ولادهم كونتاكت، في حاجه لازم حاجه تربطهم. يعني لازم يفرغوا لهم وقت ان هم يخرجوا فيه مع بعض، يمارسوا هوايه مع بعض. دلوقتي لما بيكون في وقت فراغ بيكون في للاسف حاجه شيطان اسمه موبايل. يبقوا قاعدين هم الثلاثه الاربعه في مكان، هو ما يعرفش الاب بنته بتعمل ايه. تمام. الام ما تعرفش ابنها بيشيت مع مين، بيكتب ايه، بصحابه بيقولوا له ايه. وفي سن خطر جدا فعلا. تمام. بيكون يا جماعه 4 سنين وماسك تابلت. أيوة طبعا. بيتفرج على اليوتيوب. أيوة. على اللي هو عايزه، يتفرج على اي مواقع، على اللي هو عايزه، محدش بيقول له جنبه ايه صح وايه غلط. انا افتكر واحنا عمري مثلا 6-7 سنين لما كنا نقلب فيلم اجنبي، نقلب اي حاجه، في لقطه مخله كانت في ام بتقول اقلب غلط، انا لو ما كانش في جنبي ام بتقول كده انا ما كنتش هعرف. ايوه صح. فدلوقتي للاسف احنا بنفتقد الحته دي مع اطفالنا. طبعا. تعقيبا على كلام الاستاذه نجلاء، الطفل في شتت مراحله، في جميع مراحل حياته، من كونه بيبي لطفل لمراهق لحتى شاب كبير في الجامعه، هو يحتاج بالضروره الاولويه في حياته لوجود ام واب. المرحله بس ما تنطبقش على مرحله الصغر، وده المفهوم الخاطئ اللي عند معظم الامهات، ان ابني بما انه كبر خلاص ما بيقعدش، ان ما مش محتاج ان هو لا حد ياكله ولا حد يشربه، بيعرف يخش التويليت لوحده، فيبقى بالتالي انا ممكن اسيبه يعتمد على نفسه طيله الوقت، وانا محتاج اثبت ذاتي، محتاج انجح في شغلي، ما انا عندي اجتماع في الحته الفلانيه. هنا بنبتدي نقول للام ان وظيفتك الاساسيه اللي خلقتي من اجلها هي ان تكوني ام. ومفهوم كلمه ام ده معظم الامهات بتفسره على اني ما هم بياكلوا احسن اكل، بيلبسوا احسن لبس، انا مدخلاهم احسن مدارس، بيروحوا النادي الفلاني، مش محتاجين حاجه. في الحقيقه هنا لما بنيجي نسال الام، لو انا شلتك من الصوره وحطيت مكانك ما يسمى المربيه، هي كفيله بان هي تعمل لهم احسن وجبات، هي كفيله بان هي توديهم النادي، ولو اي حد معاه دخل هيعرف يصرف عليهم ويوديهم مدرسه، لكن مش اي حد هيحنوا عليها، هيعرف يحبهم. مش اي حد هيعرف يفهمهم، يديهم الحب والاحتواء. مش اي حد هيبقى الطفل داخل من المدرسه بيتعرض مثلا للتنمر في المدرسه، في فكره ما ابتدت تثار مثلا قدامه، وافكار كتيره بيواجهها شبابنا. صح. مش اي حد هيلجا له انه يحكي له. صح. غير كده بقى، الام لما بتتخلى عن وظيفتها وتجيب بما يسمى مديره منزل، اصبح الطفل القيم المكتسبه عنده هي من ثقافه المديره دي. صح. افكاره من ثقافه المديره، ايا كان سويه أياً كانت نفسيه بقى او غير سويه، كله حدث ولا حرج، وسواء كانت مصريه او اجنبيه. صح. يعني عندنا نسبه كتيره من الشباب اللي ابتدت تميل الى الالحاد كانت نتيجه لثقافه مربيه، يعني بدين غير الدين اللي هم بيميلوا اليه ومش مصريه. صح.
شباب كتير كانوا بيميلوا للشذوذ الجنسي بسبب تعاملهم بشكل مباشر مع مربية بتدعم السلوك ده. ده اللي انا قلته في الانترو مع يعني سيادة المشاهدين، ان للأسف هي لو غير سوية او هو غير سوي، سواء مربية او مربي، في ناس بتجيب كمان كارثة مربي وطباخ وحاجات كده كمان ذكور، ذكور ممكن يتعدى على الطفل، والطفل مش عارف يشتكي طبعا. مش عارف يلحق يقول ده صح او غلط، مش عارف 3 4 سنين 5 سنين 6 سنين هيشتكي مين. حضرتك عندنا كانت مشكله ان المربيه فعلا كانت بتضرب الاطفال جامد جدا طول ما الاب والام مش موجودين جوه البيت، وكانت بتقول لهم صراحه ان ماما مش هتقدر تستغنى عن وجودي، لو اشتكيته ماما مش هتمشيني، بس هتشوفوا مني الويل بقى تاني يوم. يعني كمان بتكسر يعني نفسهم، واقعين تحت تهديد نفسي جامد وتحت لود نفسي جامد، ومش قادرين يشتكوا لا الماما ولا البابا لانهم مهددين بان هي هتضربهم او هتعمل فيهم كذا وكذا. يعني معنى كده ان هي لو عملت اي حاجه تانية في اطفالنا ممكن يسكتوا برضه طبعا تحت التهديد طبعا. ما دام النفس اتكسرت هيخضعوا لاي حاجه على فكره، بس كان بنقول لاي ام واي اب ما تضربش اطفالك، هتجيبي واحده كمان هي ملهاش فيهم حاجه تضربهم وتربيهم وتزعق وتقول له حلال وحرام على الحاجات اللي على كيفها، صح وما يصحش على الحاجات اللي تدخل على هواها، كل وما تاكلش على الحاجات اللي هي تحب تقولها. انت فين؟ ناس كتير وستات كتير على فكره بتزعل مني، كل حلقه بيجي لي كومنت على الصفحه بتاعتي انت مضطهده الستات. انا بالعكس، انا والله قلبا وقالبا معاكي، انت اختي وصاحبتي وهتبقي بنتي وانت امي، يعني انت اقرب حد ليا كست كمرأة، لكن انا بكلمك في الصح، بكلمك في عيالك. يا ريت اي ام بتشتغل وعندها اهمال حتى لو نسبة 5% تشوف تتفرج علينا على الحلقة دي، ويبقى عندها وعي انها تحسن. تحسن ازاي يا ستي؟ انت مش قادرة تستغني عن المربية، ما تستغنيش. مين فينا ما عندوش الوقت حد بيساعده في البيت؟ عشان الوقت يبقى فيه مشاكل وضغوطات ومسؤولية، فمحتاجين حد يساعدنا، حد يساعدنا، بس مش حد يأكل عيالنا، مش حد يغير لعيالنا، مش حد يحمي عيالنا، مش حد يذاكر لعيالنا. ممكن تجيبي له مدرس مدرسة ماشي في الدراسة، لكن ما تعيشيش حد ليل نهار وانت مش موجودة في بيتك، ما تعرفيش بيعمل ايه في عيالك. مهما تقولي انا واثقه دي الست دي ربتني، طب هي على فكره ممكن كانت مربياك كويس مع والدتك عشان والدتك بتشرف عليها ممكن، او هي كانت كويسه لحد مثلا سن معين وبعد كده بدا عقلها، ما هي انت بتقولي مربياكي يخف او عقلها غصب عنها السن فتبتدي تبقى عصبيه فتضرب عيالك، ده بيحصل وفي نموذج حي قدامي. طيب بمناسبه المدرس او مدرسه، ممكن المدرس او مدرسه يصلحوا من سلوك اطفالنا لو احنا الام او الاب في غياب شويه عن اطفالهم؟ هم الام والاب دول اساسي، ومش كل طبقات المجتمع عندها فكره او مقدره على انها تكون في مربيه، فالتعامل بين الام والاب في البيت ده اول حاجه الاولاد بيتعلموها، فما ينفعش الاب يكون بيمارس عنف او طريقه في السلوك خاطئه مع زوجته والاطفال تشوف الكلام ده، دي اول حاجه الطفل بيتعرض لها بتاذيه نفسيا جدا، انه يشوف مامته بتتهان او بيشوف معامله غير كريمه في البيت، انه يشوف مامته بتتضرب او مامته بتتضرب. يعني العنف ضد المراه في الحته دي، وفي مناطق شعبيه فيها العمليه دي ما زالت، وفي مناطق يعني هي حته العنف ضد المراه دي يعني موجوده لسه، والمجلس القومي يعني بيعمل لها حملات كتيره قوي. بس للاسف احنا لحد دلوقتي ما عندناش تشريع قانون العنف ضد المراه، لحد دلوقتي ما عندناش تشريع قانون. يعني لو الزوج ضرب زوجته احنا ما عندناش قانون ياخد حقها، بس هي الزوجه دلوقتي بتتطرق شويه لقانون الاحوال الشخصيه بتاخد حقها من خلال القانون ده او قانون العقوبات او، لكن انا اتمنى يكون عندنا في مصر تشريع قانون للعنف ضد المراه. ليه تتضرب؟ ليه تتهان؟ انا في الحلقه اللي فاتت قلت لو اتضربتي بس اتضربتي من راجل صانق 15 20 سنه وجه عليه فتره نفسيه سيئه فتطول عليكي سامحي وصالحي وما تهديش البيت. انا قلت كده قبل كده يا الحلقه اللي فاتت يا اللي قبلها انا مش متذكره، دايما بطلع اقول ما تتطلقيش، دايما بقول سامحي، دايما بقول عدي، لكن لازم يكون في تشريع قانون، لان في للاسف رجاله بتبقى مدمنه، بيبقى مدمن، بيبقى غير سوي نفسيا، بيبقى عنده عقد بيطلعها في الزوجه، ده موجود وده موجود. مش معنى ان انا بقول لك عدي يبقى انا على فكره مع الضرب ومع الاهانه، لان انا جالي كومنت كتير جدا من الستات
زعلانين مني ومفكرين ان انا بقول اه الراجل يروح يلطش فيها رايح جاي. لا انا ما قلتش كده، بس اتضربتي منه قلم، اتطلقتي اخدتي حقك؟ ما خدتيش. البيت اتطربق فوق دماغك انت وعيالك، واللي هيدفع الثمن انت مش هو. ولو مفكره ان انت بعد ما تتطلقي هتعيشي حياتك بقى وان انت هتبقي فري وكده، على فكره المجتمع ما بيرحمش المطلقه، وهفضل طول السيزون ولحد ما بطل المهنه دي هقول كده. المجتمع المصري ما بيرحمش المطلقه، مش معنى كده ان هو بيضطهدها بس ما بيرحمهاش. لو واحده مطلقه وطالعه سفريه تتفسح هي واولادها، غصب عنها تلاقيها متحفزه قوي على كل حاجه بتعملها وعندها كده ايه مريبه في نفسها. ليه؟ هيقول لك يا عم مطلقه، ده غصب عننا، ده سلوك. بص ده سلوك، حتى لو سلوك مجتمع. او ثقافه مجتمع خاطئه بتقع عليكي غصب عنك، انت عايشه في مجتمع مش عايشه لوحدك. لكن الراجل لو اتطلق هيروح يتجوز، ولو قعد طول عمره لوحده ما بنقولوش حاجه. هتقولي مجتمع ذكوري مش ذكوري، هي مش كده، بس ده عادات وتقاليد حتى لو سيئه. فبالعقل لو عمل فيكي حاجه عدي. لكن هرجع تاني لاستكمالا لكلام حضرتك، ان احنا فعلا لازم يبقى فيه تشريع قانون، فعلا لازم يبقى فيه تشريع قانون. وفي في النهايه في علاقه لازم تستقيم بين الرجل والمراه عشان تستقيم الاسره اللي هي لبنه في المجتمع. فانا بقول لادم كن ادم كما خلقه الله، تكن حواء كما ارادها الله لك. صح. فاذا ادم اتصرف كادم اللي خلقه الله بالصفات اللي ربنا وهبها له، علشان كل منا يعني ميسر لما خلق له، فادم له صفات ان هو يكون الحمايه والامان والحضن والاحتواء والوطن بتاع البيت. هتلاقيها حنينه وبتدلع ومهتمه. ما نحاسبش على رد الفعل، لان هو الفعل، يعني الرجل هو الفعل والمرأة تصرفها غالبا رد فعل. مفيش ست ابدا عايزة تخرب بيتها، بس برضو بيبقى في حتة انا بشوف ان هي بتبقى فعل من الست ورد فعل الراجل، بمعنى ان ممكن الست تهمل في نفسها وتهمل في زوجها. طيب اسمحي لي اعقب على الحتة دي فضل. بان المرأة احنا تملي نقول ان المرأة هي عمود البيت. صح. هي المحور اللي بيلف عليه البيت كله. ومعلش انا ممكن اختلف مع الاستاذه نجلاء في كده، ان الاساس هو المراه، هي الزوجه، رد الفعل هو الزوج مش انا بقى الزوجه. بتفق معاكي في كده. ليه بقى؟ دايما نشوف ان الراجل هو بيروح يتجوز على مراته. هو لو شاف عندك كل المميزات وكل الحاجات اللي بيتمناها مش هيتطرق ان هو يتزوج. على فكره الراجل بيقول لك ده اللي يعملها مره يبقى ان هو يعملها مرتين. بيعملوها في حاله واحده لما بيكون مش مرتاح. ماشي، بس مش بيكون مرتاح. لا مش فعل، يعني ده رد فعل. بيحتاج من زوجته حاجات كتيره قوي، احتياجات نفسيه كتيره قوي. بس احنا علشان نلخص الكلام ده وما نشتتش الزوجه معانا تقول لك انا هعمل ايه، ولا انتوا لخبطتوني في القصه دي كلها. انا عاده بختصر الكلام ده ولا هو محتاج منك مثلث واضح قوي: اهتمام، احترام، تقدير. صح. رجوعا بقى لقصه المربيه، الدروب هنا كمان بيحصل ان اوقات كتير بيحصل الضرر كمان وقوعا على الزوج مش بس على الاولاد، بسبب انه بشكل غير مباشر بياخد من المربيه المثلث اللي احنا اتفقنا عليه وليس من زوجته. صح. الاهتمام والاحترام والتقدير. وبنوصل لايه بقى؟ بنوصل بعد كده بقى يتجوز المربيه وتبقي انت اللي جبتيها وربيتيها زي فرعون لما رباه في بيته. بايدك هتدخليها، بايدك هتخليها ام لعيالك، فعيالك هيحبوها. خلي بالك هي لو ست داخله ترسم على جوزك مش هتضرب بقى العيال ولا هتعملهم وحش، دي هتكون ام فعلا صالحه ليهم. عايزه اقول لك ان ممكن زوجك يشوف ان انت مهمله وان انت ما بتحبيش عيالك وان انت مقصره في حق عيالك، ويشوفها هي بتحب عياله اكتر من ان انت بتحبي عيالك، فغصب عنه يحبها. ده بيحصل وبنشوف وبنقابله. ومحاكم الاسره على فكره مليانه 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 من اللي انا بقوله ده. انا ما بجيبش حاجه بره الصندوق ولا حاجه من كوكب تاني، انا بتكلم في واقع. انت هتدخليها بايدك. مين فينا ما بيحلمش ان هو يبقى احسن؟ هي مربيه هتبص غصب عنها للوضع اللي انت فيه، اللي انت مش حاسه بقيمته. انت ست البيت، بس انت سبت البيت عشان شغلك وعشان نفسك وعشان انت انانيه. اللي بتعمل كده في عيالها دي انانيه. انت كده ولا بتحققي ذاتك ولا بتحققي كارير ولا بتوفري لهم اكل وشرب ومدارس احسن. لا دي انانيه. ممكن تشتغلي، ممكن تنجحي، ممكن تبقي احسن ست في الدنيا، بس مش هتكوني كده غير لما تكوني احسن زوجه واحسن ام. ساعتها اقول لك اه اعملي اللي انت عايزاه. لو قدرتي توفقي بين ده وده انا اقول لك اه اشتغلي. ومع الرجاله وبايد الرجاله في حاله واحده،
ان ممكن يجي يقول للست انا ما عنديش مشكله ان انت تشتغلي، بس في حاله واحده بس، لو عرفتي توفقي ما بين شغلك وما بين بيتك انا ما عنديش مشكله، لكن لو انت ما وفقتيش في بيتك انا بمنعك ان انت تشتغلي. معاك حق، بيتك اهم، عيالك اهم، يعني انت تجيب عيال عشان يروحوا في طريق مش سليم؟ لا، انت معاك حق. معظم السيدات هنا لما بيسمعوا الكلام ده يقول لك طب انا عايزه اثبت ذاتي، طب انا ما درستش وعملت ماجستير وعملت 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 عشان اقعد في البيت في الاخر، انا ما اتنططتش في الحته الفلانيه والعلانيه عشان في الاخر ابقى سوري يعني خدامه مثلا في البيت. هي مش فاهمه ببساطه ان الاولويه الاولى في حياتها لازم لازم تكون للزوج والاولاد. موضوع الشغل والنجاح ده بيجي، وعشان الناس ما تفهمش ان احنا بنقول لا المراه ما تعملش او المراه ما تنجحش، لا اعملي وانجحي واثبتي ذاتك، بس خلي تملي نمبر 1 في حياتك هو زوجك واولادك. صح. وحضرتك استخدمتي لفظ جميل جدا لما قلتي مساعده في البيت، يعني بما اني هجيب حد في البيت يبقى الحد ده جاي بيساعدني، حد جاي بيساعدني في الطهي، بيساعدني في النظافه، انما اولويات التربيه بشكل من A to Z ترجع للام. صح. يعني ما تجيش تقولي ما هي ممكن تساعدني في التربيه، ما ممكن تقعد مع اولادي مثلا وهي هتراقبهم هم بيشوفوا ايه. على فكره الكلام ده ما بيحصلش عملي على الارض، هي في الغالب بتنشغل بحاجات تانية وتقول لك ماما قاعدين، ماما كانوا ماسكين التليفونات في ايديهم مثلا وقاعدين. فين الرقابه؟ فين الام زي ما حضرتك قلتي لما كنا بنقلب اللي تقول لك لا عيب اقلبي والكلام ده؟ ده دلوقتي القصه بقت اكبر كمان من قنوات تلفزيون هتتقلب. صح. وهو قاعد في البيت بتاتش على الموبايل. صح. بيجيب كل حاجه على الموبايل. صح. مين اللي يفهمه الكلام ده ومين اللي يقول له ليه اقفل؟ الاولاد كمان دلوقتي بقى واسكيه قوي يقول لك ليه اقفل، ليه اقفل، ليه وما اشوفش الكلام ده، ما هو موجود، ما انا اصحابي بقى. صح. خدي التكه دي بقى. صح. ما انا اصحابي بيشوفوا، ما انا فلان بيقول اللفظ الفلاني، ليه ما اقولش؟ مش ممكن القيمه دي ابدا هتوصلها له المربيه، لان المربيه جايه من ثقافه تانية ومن حته تانية خالص غير اللي انت عايزه تربي فيها اولادك. صح. احنا تملي بنقول ان الاولاد مرايه عاكسه لتصرفات الاب والام، لما هيغيب الاب والام هيبقى الاولاد مرايه عاكسه لتصرفات ما تسمى بمديره المنزل او المربيه. تصدقي فعلا يا دكتور صح، لما بييجوا يعملوا مثلا انترفيو لطفل ويجيبوا الام والاب في الحضانه وفي المدارس الخاصه، بتكون الام والاب يقدروا يسيطروا على نفسهم على فكره في السلوك، تلاقيها داخله طقم سنيه مناقير تمام شعر محفظه نفسها هتقول جدا ايه الدنيا عامله وعارفه إيه؟ هي هتقول ايه وكل سؤال هتتساله هتكون حاطه رجل على رجل وهتجاوب من تحت النضاره وتمام. لما يعملوا حوار مع الطفل هو كده. مرايه. صح. فعلا الام والاب ساعات بيطلعوا الام والاب بره الاوضه ويقعدوا يهزروا مع الطفل، هتلاقيه بيقول الفاظ انت. صح. بتقوليها على فكره، اوعي تقولي ان هو بيقولها وانت ما بتقولهاش او الاب بيقولها، هيجيب منين؟ ده اربع ده داخل كي جي 1 ثلاث سنين اربع سنين، هيجيبها منين؟ من البيت. فيبقى هم طبعا المدرسات اللي بتبقوا بيعملوا انترفيو او مدرسين او مديره المدرسه بيبقى عندها حاله من الصدمه. طفل عنده اربع سنين بيقول الفاظ محدش هيتخيلها. انا كمديره مدرسه هدخله عندي عشان يعلم الفصل كده؟ هقول له لا اتفضل، ما اروح مع مامتك وباباك. للاسف في ناس كتير بتقول لك انا ابني ما بيقبلش في اي مدرسه خاصه، انا مش عارف ليه. ما هو مش داخل لهم ناقص دراع على فكره، اكيد سلوكه اللي هو تربيتك اللي ممكن تكون تربيه المربيه وانت مش عارفه، ما انت سايباه من عمره هو شهور ونزلت الشغل، ممكن خلال الثلاث اربع سنين دول بيكتسب منها بس بيخاف يتكلم قدامك او انت اصلا مش فاضيه له. هو انت اصلا بتروحي ولا بتقعدي معاه عشان تعرفي هو بيقول ايه وما بيقولش ايه؟ تاخديه على الانترفيو يتصدموا الناس يطلعوا لك الطفل، مش هيقول لك طبعا ابنك بيقول كذا. ده حتى لو ما اصطدموش بقى يا استاذ منى، والطفل دخل المدرسه وبعدين الام لسه في غفله وهي الولد صغير، الولد صغير والدنيا ماشيه والاحوال ماشيه، يجي بقى يبتدي الابن ده يطلع سن المراهقه، يبتدي يكتسب من زمايله عادات سيئه والفاظ وتصرفات، يبتدي يكتسب من على النت، يبتدي يكتسب من السوشيال ميديا وهكذا. تفوجئ بعد كده ان المدرسه عامله استدعاء ولي امره جايبه الام والاب. الرياكشن بقى اللي تملي بيطلع من الام، انا ابني بيعمل كده؟ اه صح، انا ابني بيساوي. هي ما تعرفش ابنها، هي ما تعرفش حاجه عن ابنها فعلا، هي شايفه صوره ووجهه رسمها ابنها قدامها في البيت، انما هو على خلاف كده تماما في المدرسه. صح. عايزه لذلك تملي بقول للامهات، عايزه تعرفي ابنك بجد اسالي عنه في المدرسه بيتصرف ازاي. صح. اسالي مدرسينه بيعمل ايه، بيرد ازاي، بيعامل زمايله ازاي، هنا تكتشفي اللي انت مش شايفاه بيه في البيت. لكن هو في البيت طول ما انت قدامه هو بيتجمل قدامك. ده في كمان دروب تاني بقى، في امهات زي ما حضرتك قلتي كده كل الالفاظ بتاعت الحيوانات موجوده في البيت. أوه. في جنينه حيوانات عندها. أوه. في البيت كده يعني. وكل ما تتخيليه من اهدار كرامه للطفل موجود. القصه ايه بقى؟ ان الام اللي كانت بتشتم من قيمه شويه دي وبالزعق وصوتها جايب اخر الكومباوند
اول ما يجي لها مكالمه تليفون هي بتبتدي تتجمل وتبان بصوره تانية صح قدام اولادها. بيأثر على الاولاد جدا، بيتعلموا بشكل غير مباشر النفاق. اذا البرمجه بقى اللي هي بتعملها له، انا قدام الناس هتجمل والبس قناع، انما قدام زمايلي بقى هعمل كل اللي انا عايزه. طب في حاجه كمان بتواجه كتير من الامهات، ممكن تليفونها يرن ايا كان مين مش عايزه ترد، فتقول للطفل اللي عمره 6 7 سنين ماما مش رد على طنط، وقول لها ماما نايمه، وماما هي اللي بتقول له. طب انت ليه ده كمان كذب، يعني ده نفاق لحضرتك قلتيه وده كذب. او الاب اللي في الاسانسير، انا على المحور انا على المحور، هو لسه في الاسانسير وهو الابن في ايده، هو ما بيبقاش واخد باله ان في عيون صغيره بتراقب وترصد وتسجل، كانه ماشي معاه بجهاز تسجيل، هو بيسجل تصرفاتك اللي انت بتعمله هو بيعملها. وفي ام واب بيتخانقوا مع بعض وما بيراعوش الاولاد، وممكن يكون في انفصال وهينفصلوا، بس هم هينفصلوا وهينسوا اللي هم قالوه في اخر 48 ساعه اللي هو فيها ايه، النفسيه ما بتبقاش كويسه. الطفل بيحفظ. ابنك بنتك بيحفظ بيسجل، في شريط بيسجله. طيب لو هنقول مين اللوم اللي المفروض نقول ده نلومه اكتر، الاب ولا الام؟ الاثنين متكافئين ومتساويين في توجيه اللوم ليهم. يعني الابن لما يبوس، لم يراعوا ابنهم، يعني الابن لما بيبوس او البنت بتنحرف بتيجي يقول لك دايما الاب تربيتك. طب وانت فين في الوقت ده؟ تربيتك في الوقت ده. لكن لو طلعتها دكتوره تقول بنتي لا غلط. على فكره هي ممكن الام تبقى، احنا عمالين نقول الام 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 وبتجيبي مربيه وبتجيبي مربيه، احنا عاملين لود قوي على الست صح. على فكره ممكن يكون اب حاضر بس هو غايب. في ناس تقول لك ايه ده غايب حاضر، لا هو حاضر بس غايب. بابا بيعمل ايه؟ بابا بيدخل البيت ياكل ينام، ملوش علاقه باولاده خالص. ممكن الام تقف تؤدي مثلا يا محمد عيالك مجننين، يقوم باصص لها كده وداخل مكمل في طريقه، هو شايف ان هو جاي مهدود من الشغل عشان يوفر لها حياه كريمه، عشان يوفر لهم فلوس، فهو اخد بعضه ويدخل ينام عشان يصحى ويكمل شغل. انت ماشي انت عليك لود مفيش مشكله، عيالك فين؟ اوعى لما حد يبوس تقول لها عيالك، ما هي كتير قالت لك الحقني، كتير قالت لك تعالى وجه، تعالى خوف. واكبر دليل على كلامي اي ام لما بتعرفش تتصرف مع الطفل او الطفله تقوم قايله لهم كلمه ظريفه قوي، لما بابا يجي انا هقول له، تلاقي الطفل حتى لو بابا ده عمره في حياته ما كلمه، على فكره دي حاجه عفويه كده، حاجه جوانا، تلاقي الطفل قاعد مكانه خايف بجد، مع ان بابا ممكن يكون احن اب في الدنيا، بس ليه هيبه؟ ليه هيبه؟ انت هيبتك ما ينفعش تروح، لازم لما نقول بابا يبقى في حساب، مش شرط خوف على فكره، احترام، بابا هيعرف فبابا هيزعل، لا يبقى في اب مش ام بس. ما هي الام على فكره مش هتشتغل ومش هتربي ومش هتطلع لك عيال صالحه ومش هتخلي لك البيت زي الفل طول الوقت، وتبقى قدامك عروسه طول الوقت. هي بتعمل كده والله، هي المفروض تعمل كده. على فكره في شخصيات ايجابيه جدا، بتلاقي الام راحت الشغل الصبح ورجعت البيت غدت الولاد، رجعت خدتهم على النادي عشان ميعاد التمرين وميعاد اللعبه، غير كده كمان انها بتخليه يمارس حاجه زياده، يعني بتعلمه مثلا عزف بيانو، بتوجيه كونسرفاتوار، بتوجيه المكتبه في انشطه البرامج العلميه. الام هي المصريه ما بتهمتش، الام المصريه كده ام عماله بتلف طول الوقت. يعني احنا بنتكلم على الام اللي عندها قدره انها تجيب مربيه، لا ده في ام مطحونه فعلا وفي اخر اليوم لازم تعامل الزوج كويس. في اخر اليوم في ستات على فكره فعلا كده، في اخر اليوم تاخد بالها من نفسها، تهندم نفسها، هتقول لك عشان ما يبصش بره، دي بتبقى بتحبه، ما دام بتحبه هتحب عيالها. على فكره دايما نقول الام لما بتحب الزوج بتجيب اطفال شبهه، حتى لو بنقولها كده كهزار، بتحب اطفالها عشان منه. فاتجوزي عن حب، يمكن لما تتجوزي عن حب احنا بناخد كل فروع كتير، احنا عمالين نفكر. على فكره احنا، انا بعترف لكم، احنا مش حاطين سكريبت للحلقه، انا جبت دكتوره اخصائيه في الحته دي وجبت شاعرة وأديب عشان مشاعرها، وإن هي فاهمة الأطفال، وإن هي كمان عارفة أهمية إن الأب يصطحب ابنه للنادي، وده أنا سؤال هاجي فيه، أنا عايزة أعرف من حضرتك أهمية ده وإيه الأثر الإيجابي والسلبي. يعني الجزئية بتاعت اصطحاب الأب تحديدا لابنه في النادي فارقة جدا، لأن الأم طول النهار هي اللي بتتعامل مع المدرب، ابني ملعبش، ابني منزلش، الأب بيجي درجة تانية.
فالابن على طول مطمن ان عنده حائط سد، يعني لو ماما ما نفذتش او ما حلتش المشكله بابا هيجي. فبابا هيجي دي بتبقى المرحله الاخيره، بس لازم فعلا بابا يجي، لازم الدنيا كلها تعرف ان في بابا وان في ماما. وفي حاجه مهمه قوي قوي في البطولات بقى، في البطولات الطفل وهو بيلعب عينه مش في المعركه، في الكاراتيه مثلا عينه فوق في المدرج، بابا شايف ولا انا لا؟ هدي لحضرتك مثال عن نفسي. كنت بلعب بوكس وكيك بوكس وانا في سن صغير عن كده بكتير، يعني هنقول مثلا 12 سنه. انا فعلا وانا ممكن كنت اخد ضربه من كتر ما انا عايزه عينيا تجيب تخطف بابا. بابايا يعني مامتي كانتش بتيجي معايا في البطولات، كانت بتيجي معايا في طول التدريب، بتتعب طول السنه، بس انا اللي كنت بطلب ان بابايا يبقى بيتفرج عليا، ببقى حاسه ان انا عايزه اكسب عشان يفرح بيا. ايوه طبعا. ببقى حاسه ان انا عايزه اوريه السنه دي كلها انا عملت ايه عشان افاجئه وجوده. وممكن لو ابنك بيلعب ماتش كوره انت ممكن تكون سبب في ان هو على فكره يبقى محترف، ممكن تبقى سبب في انه يجيب جون في الماتش. ايوه طبعا. ان هو يبذل اقصى ما عنده ويجري ويقطع نفسه عشان يقول لك شايف يا بابي انا عرفت اعمل ايه حتى لو سنه صغير. فوجود الاب مش هقول لكم نعمه، لا دي اكبر نعمه في الدنيا واكبر سند. محدش بيحس بالموضوع ده يا جماعه غير لما بيفقد ابوه. ايوه طبعا. في ناس كتير ما تعرفش اهميه ولا قيمه الاب الا لما يفقده. تلاقيه طول الوقت مش حاسس عادي، ولا حتى على فكره بيبره، ولا حتى لو راجل كبير ما فيش مشكله، راجل كبير يعني ولا حول ولا قوه، مش عارف يقدم له اي حاجه، هو راجل شاب مخلف ووالده ده كبير في السن. امتى بقى بيحس ان هو كان اهم حاجه في الدنيا؟ لما بيتخطف منهم كده مره واحده كده، مفيش اب، مفيش اب، مع ان هو راجل في بيته على فكره، راجل عنده 40 50 سنه، وباباه ده كان راجل عجوز جدا، يبتدي يحس ان كسره ظهره، مش اتكسر، عمل كده انحنى. طبعا. ما بالك بقى لو كمان الاب توفى في سن صغير، لا بيشوفها ان هي مأساة. اكبر نعمة في الدنيا الاب، الام ليها اهمية، والام نعمة، والام تحت اقدامها الجنة، وكل ده انا معاكم، لكن الاب ما بيتعوضش. لا انا بشوف بصراحة ان الاب كفته إيه، لا انا ممكن اجي اسال الاب مش الام في تربيه عياله، اجي اقول له انت كنت فين لما بنتك جابت لك اللعنه. هي على فكره هي مش عليها اللوم البنت كله، لا انت كنت فين، كنت فين لما تحس ان بنتك سلوكها بيتغير سنه سنه، كنت فين لما كنت تسيبها تروح النادي بمفردها وترجع ما تعرفش مين كلمها، مين عمل ايه في سن صغير جدا. ابني صح، ربي صح، سيبها عند سن 21، ولو ربيت صح وحطيت يعني بنيه تحتيه صح، انا اوعدك، اوعد اي اب، اي اب، ان هي تجيب لك الكلام اللي بالخير حتى في تربتك. ربنا يصلح حال اللي رباكي. لكن تعالى بقى اهمل غصب عن، يعني غصب عن اي حد، لو شاف فيها سلوك وحش يلعن اللي رباكي غصب عنه. هتجيب لنفسك اللعنه لو ما اخدتش بالك من بنتك وابنك. ابنك اللي ممكن يدخل في طريق ادمان هو مش عليه اللوم لوحده، انت برضه لازم تكون موجود، لازم لما تشوف حوالين عينين ابنك تعالى هنا افتح بقك شم. الحركات دي كانت الاباء اللي هي الشديده كانت بتعملها، وكانت بتجيب ممكن الابن يخاف يشرب مع اصحابه على الناصيه سجاير احسن بابا يشم ريحه نفسه، لكن لو بابا مش موجود ما نشرب. صح بابا ولا بتتفقوا معايا ولا بابا وماما؟ بابا وماما. انا بس الاب يعني هو الجبروت، يعني انا كنت متابع ابني جدا. يعني بلاش نخليها نوصفها بان الاب هو الجبروت بصراحه. اولا لان عاتق التربيه الاكبر في الحقيقه هو بيقع على الام، والطفل بيتاثر نفسيا بسلوكيات الام اكتر ما بيتاثر بسلوكيات الاب. في نقطة بس حابة أوضحها، موضوع إن الأم تقول للطفل لما يجي بابا هقول له خليه يعاقبك. القصة الداخلة دي صراحة مش صحيحة نفسياً. أولاً إن هي بتعمل على برمجة عقل ابنها في إن في حالة عدم وجود بابا مسموح لي بالخطأ، وإن ماما دي كأن ملهاش لازمة في البيت. إحنا هنا بنقول للأم لأ،
انت المفروض زي ما انت ماما بنقول لك صاحبي وحبي وجعلي وقت للعب، ربي وجهي، عاقبي كمان لو ابنك غلط قدامه، ما تاجليش العقاب ابدا لرجوع الاب. بلاش الدخله بتاعت الامهات المصريه بتاعت هتصل ببابا اقول له، لما يجي بابا اقول له. هي كمان عملت حاجه، عملت من بابا بعبع، عملت من بابا هو اداه العقاب بتاعتها. المفروض ان هي بتكون متفقه مع الابن مسبقا. اولا التربيه بالحب هي رقم واحد، يعني المفروض ان هي تقرب من اولادها، يكون في وقت خاص للعب ما بينهم، يكون في حكاوي وقصص. لو الطفل اكبر شويه ممكن تتخذه كصديق، بنقول لها عامليه زي بالظبط صاحبتك الانتيم، عاملي بنتك زي صاحبتك، قربي منها، احكي لها اسرارك، خليها تشاركك في مسؤولياتك، دعميها نفسيا جامد، اسمعي منها عشان لو هي بتمر بقصه عاطفيه وما الى ذلك. طيب بتبقى حتى قوانين البيت معينه او ليميت معين لحدود حاجه معينه. في حاله اختراق الطفل للكلام ده بتجيبه بكل هدوء من غير زعيق ومن غير الشتايم ومن غير القصص بتاعه الضرب دي، وبتقول له احنا كنا متفقين على كذا حبيبي، انت كسرت الحدود ديت، وليكن مثلا ما عملتش الهوم ورك بتاعك، تعديت وقت التلفزيون اللي مسموح لك بيه، يبقى عقبنا كذا زي ما احنا كنا متفقين، بكل حب وبكل هدوء. بلاش، يعني دي كلمه موجهه للامهات، بلاش حته لما يجي بابا هقول له، لما يجي بابا هيعاقبك، بلاش نعمل من الاب بعبع في البيت. دكتور كريمه، الكلمه دي بتكون ناتجه بسبب، وهو في ستات او هنقول بنات بيتجوزوا عندهم 16 سنه بتخلف طفل يبقى عندها 17 سنه، ده لو ما كانتش اصغر فارياف ممكن تبقى 15 سنه أو 14 سنه وعندها طفل، فاصبح هو عمره 7 سنين شقي جدا، طفل شقي جدا، بقى هي عندها ايه؟ 10 سنين، 20 سنة، 21 سنة. طيب بيبقاش عندها الشخصية ولا الاحتواء ان هي تعمل اللي حضرتك بتقولي، فغصب عنها. زوجها يبقى عنده كام سنة؟ اللي زوجها عندها 20 دي؟ لا على فكرة 25؟ إيه لا 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 لا، ثانية واحدة، هي ممكن يكون 40، ثانية واحدة انا بتكلم. ممكن. فهي بيكون ليها هي شخصيا اب، هي بيكون ليها شخصيه هي اب. هي طبعا بغض النظر عن موضوع يعني القصه اصلا غلط في ان هي تتجوز وهي صغيره، وغلط ان هي تشيل مسؤوليه وهي مش عارفه ايه اهميه تربيه ايه ماهيه تربيه الكائن الصغير اللي جابته للدنيا ده. ما هي مستحيل تبقى هي عندها نضوج وتيجي تقول للطفل انا هقول لبابي لما يجي. على فكره لا، هي ابسط حاجه ان هي تكون تعاقب بطريقه بسيطه ومبسطه، بطريقه ما تجيبلوش عقده. ويا ريت من اي ام واي اب بلاش الالفاظ انت غبي انت فاشل، وكل حلقه هقولها ومش ولا همل ولا هكل على فكره، انت فاشل، انت عبيط، انت ما بتعرفش تعمل حاجه، انت بتزرعي فيه كده على فكره، انت بتزرعي فيه كده. وكمان في حاجه عايزه برضو اناقشها معاكم، مع ان احنا كناش متفقين على المحور ده، بس انا انا حابه قوي اتناقش معاكم فيه، ان عندنا اطفال يعني بنستخف بعقلهم. بمعنى عنده 4 5 سنين مثلا، انت لو اكلت طبقك كله هنروح البحر، ممكن يبقوا في الشتاء على فكره وهنروح البحر، الابن بياكل ومفيش بحر والام بتطلع بتكذب ومفيش كدابه، وهي مش حاسه على فكره، هي عايزه تاكله يا عيني، انت لو اكلت هننزل الملاهي وهي هتاكل وهتدخل تنام اي حاجه. طيب ايه ده، بص العصفوره، ويبص يا عيني ما يلاقيش عصفوره ده اسمه استخفاف، استخفاف بعقل اولادنا. لا يعني في للاسف هي لسه في امهات بتعمل كده غصب عنها بجهل، هي مش عارفه ايه يعني سوري ايه المصيبه اللي هي بتعملها مع اولادها. وفي مصيبه اكبر بقى، ان يكون برضو عنده 6 7 سنين تبقى في مول، تبقى في الشارع، والطفل يا عيني ماسك في حته معينه مش عايز يمشي، فهي عايزه تمشي، فتعمل ايه؟ تقول له طيب مامي مشيت خلاص يلا باي، وتروح راحه مستخبيه في حته واقفه بعيد تبزعه. وتقف تدور عليه، يعني الطفل ممكن يجيله انهيار ويصرخ يصرخ يصرخ ويقعد يعيط ويدور عليها، بس هي من الاباء، هي كده ناصحه، هي كده ايه مش بتفرط في ابنها، انت كده ما بتسويش حاجه في مجتمع الام، عملت له فزع، انت عملتي له خوف ورهبه عشان اول ما تباني تقولي له يلا يجري عليكي. طب ليه ما بتاخدهوش بالراحه، براحه قوي كمان، وتقولي له مثلا قبل ما انت تكوني عايزه تمشي ب5 دقائق، ممكن تقول له او تبتدي توصل له كمان 5 دقائق احنا هنمشي، وبعدها بدقيقه احنا كمان 4 دقائق هنمشي، كمان 3 هنمشي، كمان 2، تقعدي تاهليه لحد ما تقولي له خلاص الوقت خلص يلا بينا، حتى لو هو مش عايز
يجي سايسيه، كل ام عارفه مفتاح ابنها، لكن اوعي تستخبي، اوعي تسيبيه تفزعيه، واوعي تقولي له ايه ده؟ يلا بينا نروح عشان تلحق تنام، بدل ما مش عارفه ام رجلي مسلوخه ولا مش عارفه ايه هتطلع لك في الليل. لسه في جيل بيقول ام رجلي مسلوخه. طبعا في، على فكره في للاسف في حاجات مسلمات ما بتنتهيش عند اي ام مصريه اصيله، ما فيش. تلاقيها مثلا قاعده في الـ في الـ في الاوضه مع ابنها وعايزه تنيمه، فتطفي النور وتبتدي تقعد جنبه، تقول له انت لو ما نمتش دلوقتي هيجي لك البعبع، هيجي لك مش عارفه ايه، ام رجلي مسلوخه. فالطفل هو نايم طول الوقت عيني خايف يفتح عينه في الضلمه احسن تحت السرير يطلع له حاجه، من الشباك يطلع له حاجه. انت بتدمري نفسيا، انت بتعملي طفل مريض مريض. واوعي تفكري ان انت لما تعلي اكتر يا استاذه منى بعد اذنك. يا ريت. طيب احنا دلوقتي عندنا في حاجه اسمها العقل الباطن والعقل الحاضر. العقل الباطن ده هو اللي قاعد بيراقبك كده من بعيد وشايف انت بتعملي ايه وبيخزنه وبعدين يروح مطلعهولك وقت النوم. او احنا ساعات بنشبهها بالظبط بان العقل الحاضر هو مهندس الكمبيوتر، العقل الباطن هو السوفت وير او جهاز الكمبيوتر نفسه بكل الداتا اللي انت هتدخليه عليه. ما يقدرش العقل الباطن يبرمج نفسه لوحده، زي ما يقدرش الكمبيوتر ينزل برنامج سوفت وير بنفسه، لازم في مهندس بينزل له. مين المهندس ده بقى اللي بينزل لنا للعقل الباطن السوفت وير بتاعنا؟ اول حاجه رؤيتي الذاتيه عن نفسي، ثم الام والاب الوالدين، وبعدين تيجي بعد كده بقى المدرسه والميديا والاصدقاء وما الى ذلك. كلمه بقى للام اللي بتيجي تفزع عيالها وقت ما هم رايحين يناموا دي، انت فرحتي ان الدوشه بتاعت ابنك انحلت وان هو خلاص نام. طيب تعالي بقى هو نايم، ايه اللي انت عملتيه؟ اولا انت رهبتيه، حطيتيه تحت لود نفسي جامد، او حتيله بان الاوضه مليانه كائنات عجيبه وغريبه مستخبيه تحت السرير وحاجات كده، فهو خد صوره من كل الكلام ده. مين اللي قاعد بيراقب زي ما قلنا؟ العقل الباطن وخزنها. يجي بقى الطفل ينام يطلع له كل الكلام ده في كوابيس مزعجه واحلام مفزعه، بينتج عنه، نتكلم علميا، بينتج عنه تبول لا ارادي. طبعا انا بتكلم على فكره، انا قبل ما اكون اعلاميه وقاعده على منبر اعلامي انا دكتوره صيدلانيه، درست حاجات كتير في الطب، فانا بكلمك دلوقتي من ايه؟ زي الدكتور، من جهه علميه. تمام. مش اعلاميه، علميا انت هتجيبي له تبول لا ارادي، هتجيبي له فزع، فزع، يبقى عنده فزع طول الوقت انه مهزوز نفسيا. لو حد مثلا قال له اي حاجه، ممكن في المدرسه مش هو نايم كمان، لو مدرسه شخطت فيه غصب عنه، يبقى عنده تبول لا ارادي. فانا بشكركم جدا. تملي بيطلع فقد الثقه بنفسه. صح. هو قبل ما تختمي يعني في رسالتين عندي عايزه اوجههم للامهات. طبعا. الرساله الاولى ان كل حاجه حلوه وانا بعملها اشرحها له. يعني انا رايحه ازور والدتي، اعلمه يعني ايه بر الوالدين. برافو عليك. انا رايحه اعمل حاجه خير اللي عند ناس، اخده معايا، افهمه انا بعمل كده ليه، ربنا هيرضى عني في الحته دي. كل تصرف حسن الام بالذات، لان الام اقرب بقى. وسام لو بتصلي وما بتسيبش فرض، هاتيه وهو صغير قولي الصلاه. الرساله الثانيه اللي مهمه جدا في الوقت ده، تعزيز الانتماء للوطن. انت حطيتي بقى يعني ايدك على نقطه، تعزيز الانتماء للوطن بكل اشكاله. يعني ايه وطن؟ يعني ايه احنا بقصص بسيطه؟ يعني احنا عندنا دكتوره في اسكندريه عملت مبادره اسمها بكره بينا احلى. يعني جابت قطه وعايزه تخرج من البيت اللي هي عايشه فيه مع مامتها القطه الكبيره، ومامتها سمعت كلامها وخرجتها بره البيت. اما خرجتها بره البيت اتعرضت بقى لمخاطر في الشارع، فالقطه حبت ترجع بسرعه للبيت اللي هي فيه. هو ده الوطن، الامان. صح. قصص بسيطه للطفل نحكي، نرجع للحكايات زمان، حدوته قبل النوم، حدوته قبل النوم، البرمجه الايجابيه بقى للعقل الباطن، بدل ما هي بتخوفه برجل مسلوخه والكلام ده، نحكي له حدوته قبل النوم. وعاده الحدوته دي من غير قطع كلام حضرتك، تملي بنقولها تبقى حاجه فن، يعني حاجه كده مريحه على قلب الطفل، وفي الوقت نفسه فيها كده بشكل غير مباشر من رسالة تحت قيمه ايجابيه. قيمه يعني مثلا مش عارفه البطه والكتكوت، والكتكوت اللي ما رضاش يكذب على مامته البطه ولا على مامته الفرخه. فبتعلمه الصدق بشكل غير مباشر، بتعلمه الوفاء بشكل غير مباشر. صح. الشجاعه بشكل غير مباشر، وده هيحمي اطفالنا من حرب احنا داخلين عليها، او احنا على فكره دلوقتي بنواجهها. وانا عايزه اوجه مش تحيه، شكر، شكر عظيم لرئيسنا عبد الفتاح السيسي انه بيتصدى الارهاب. والارهاب دلوقتي ما بقاش قنبله بتتزرع وتتفجر، لا، بقى دلوقتي يبصوا اشخاص معينه على السوشيال
تعمل فيديوهات، كتائب الكترونية، تشتم في الجيش، تسب الشرطة، تلعن الوطن المصري. ده حرب احنا دلوقتي بنتصدى ليها. فانت زرعي في ابنك يعني ايه وطن، يعني ايه انتماء، يعني ايه حب رئيسه، يعني ايه يقدر المشاريع والطرق والكباري والمدينة، المدينة او العاصمة الادارية او 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 هو بيعملها، هو بيعملها، مش هتحكي له حاجة خرافية. يقدر ده ويحب وطنه، ما تخلوش يتزعزع من كلام اي 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 خاين، اي خاين بدون مسميات، اي خاين يطلع كده زرع شيطاني بعد ما ياخد منها مالها وفلوسها ويسافر بره يقعد في اي بلد مفيش تسليم يعني مجرمين، ويشتم ويسب والناس تموله عشان يغلط في وطنه. انت كده قليل الاصل، حتى لو وطنك فيه حاجه تعالى دافع عنه، ما تروحش تسب فيه في وطن اخر. انا بشكرك جدا، والفقره دي حلوه قوي، وبجد انا استمتعت. انت جميله. ميرسي. هي حلوه بيكوا فعلا بجد، والله انا استمتعت بيكوا ما شاء الله عليكم. الروح الايجابيه اللي عاليه جدا 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 في الحلقه ما شاء الله، ربنا يجعلها بالافاده للناس ان شاء الله. حبيبتي يا رب بس تكون المشاهدين استفادوا، يا رب تكون اي ام واي اب بيتفرج علينا لمسنا شعوره اتجاه اولاده، مش اتجاه اولادنا احنا، اتجاه اولادك. فكر في اولادك، ابني صح هتلاقي، ازرع صح هتحصد خير. تعالوا بينا دلوقتي نروح لدكتور توفيق نستقبله، وهيكلمنا عن موضوعين اهم من بعض، وهو الخرس الزوجي. دي كارثه. احنا جبنا بقى الراجل يكلمنا في الحته دي عشان اسئله معينه انا هسالها له، وهيكلمنا في ان يكون الانسان عنده وسواس قهري، انه مريض طول الوقت، وهل المرض النفسي ممكن يجيب لي مرض عضوي؟ ده اللي هنعرفه مع دكتورنا بعد الفاصل، استنونا.